اخرتنا. النهارده هناخد مكالمه تليفونيه ونقول الو. الو، ايوه ايوه يا دينا، انا ابراهيم من ارض اللواء. انا عايز اسمع الفوني ام. مفيش حاجه للفوني ام. واضح ان احنا عندنا النهارده مشكله مع الاتصالات التليفونيه. لحد ما تتصلح المشكله دي هسيبكم مع اغنيه تانية لنات كينج كول، يا رب تعجبكم. بصي يا اشرف، انا يعني الفتره اللي فاتت دي قعدت فكرت في الموضوع كتير قوي، وبصراحه يعني مش عارفه ان كانت علاقتنا يعني صح ولا ايه. يعني اكتشفت ان احنا بعاد عن بعض خالص، يعني ميولنا هواياتنا اهتماماتنا مفيش اي حاجه مشتركه ما بيننا. ايه مثلا؟ انا بحب الرقص والغنى والمزيكا والسفر، وانت مش كده خالص. انت بتبص لي كده ليه؟ بس انت كلامك غريب جدا. انا فاكر كويس قوي ان ده كان من اسباب ارتباطنا ببعض. انت قلت لي احلى حاجه في علاقتنا ان احنا نكون مختلفين، وقلت لي ان انا لو كنت بفكر في الحاجات اللي انت بتحبيها الموضوع هيبقى ممل. مش ده كان كلامك برضو؟ مش عارفه بقى يا اشرف، افهمني، انا الموضوع كله بقى تقيل عليا، يعني مش حاسه ان انا قادره اكمل. بعدين الارتباط بالنسبه لي بقى حاجه بتضغط عليا، يمكن العيب مني انا. ياه، واكتشفتي ده بعد 3 سنين؟ ما هو انا كنت بحاول، وبعدين يعني لقيت ان انا مش قادره، ولما لقيت كده قلت ان انا لازم اقول لك، بس بصراحه يعني كنت متردده شويه. يعني اشرف، ممكن تساعدني في ان احنا نسيب بعض؟ وكمان عايزاني اساعدك؟ بص يا دينا، انا بحبك اوكي، ومن 3 سنين ويمكن اكتر ماشي، بس واضح اني اخترت غلط، وانا اللي لازم اتحمل ده. اشرف، انا مش عايزاك تبقى متضايق، يعني مش عايزاك تزعل مني. لا 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 خالص، مفيش اي زعل خالص. اصل انا اتضايق ولا انت بتضايقي ولا كل الكلام ده على ايه؟ احنا بصي، احنا نقف لحد هنا يعني، ماشي؟ لان ايه اصل مفيش معنى ان احنا نكمل، يعني نكمل عشان ايه؟ كريم، هو يا اختي البتاع ده هنفضل حاطينه قد ايه على وشنا؟ 10 دقايق، ربع ساعة. كان عندي طبيخ. هلا، اشمعنى انا حاطه ليه توت بري؟ عشان انتي بشرتك حساسة، ما تستحملش المانجا. يا ولد يا قليل الأدب، تعالى يا ولد، تعالى هنا، تبتعد المطر يا ولد. يا ليلي تعالى هنا يا ولد، تعالى يا ولد، تعالى. انا مش اجلانه، بعت نفسك. انا قلت لك من الصبح بلاش كده، انتوا كده انتوني. انت ايه، ما بتسمعش الكلام؟ لا معقول. ثانيه واحده، سوري يا كريم، انا حاطه حاجتي بعيد عن الاولاد. شكلك عايز الاوضه. لا لا، تحب الم حاجتي؟ لا انا اللي هلم نفسي واخرج. لا مفيش حاجه. اوكي، وبعدين يا ابني ما تجننيش، ارفع ايدك. لا مؤاخذة يا كريم، جعان حضر لك تاكل؟ لا شكرا. يا ابني اقعد جنبني بقى، امي عيط. كام يا ولد؟ شيش جوار يا تيتا. العب يا ولد. كام يا ولد؟ وبعدين بقى في العشرة اللي بقالها اسبوع دي. رايح فين يا ولد؟ الباب بيخبط، مش سامعه؟ ده بيهبط. كريم، ايه اللي جاب؟ عايزك. ازيك يا تيتا؟ كريم فهمني، في انت بتعمل ايه؟ ايه ده، في حاجه في هدومي؟ ايه ده، انا رايح اصيف ولا ايه؟ انت هتيجي تقعد عندي يومين، تخلصني بقى من الاحتلال اللي انت وقعتني فيه. طيب ما هقعد يومين عندك اهو، في قمصان وبنطلونات جينز وتيشيرتات. هم دول اللي هيطفشوهم. طفشوهم؟ اه. طب وهذا؟ متقلقش، انا هظبطك. لا ما تدورش، هم بوكسرين وسليب غير اللي انا لابسه. انت هتسيب البيت وتطفش؟ اسيب البيت اروح فين بس يا تيتا؟ ده انت خضري. امال ايه؟ ما تكلموا يا كريم، بعد العشرة الطويلة اللي بينا دي هتسيبني؟ عشرة ايه يا تيتا؟ هو انت مراتي؟ انا امال رايح فين؟ رايح توشكا. كشكا؟ انت اتجوزت؟ خد عندك بقى. بس انت مش فاهمة حضرتك، انت بتعمل ايه يا فارس؟ يا تيتا طالع سفرية تبع الشغل. شغل؟
يا سارة. ايه؟ يا حبيبتي. لا ميرسي قوي ان انتي خدتي مكاني النهارده في الشفت. لا عندي موضوع مهم قوي احكي لك عليه بعدين. لا 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 خلاص بس عيب اشتغل. ازيك يا حبيبي؟ عمو كريم فين؟ بس ده اوعى ده انت عيل نكد. مين دور؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك حبيبي؟ عامل ايه؟ اتفضل حبيبي. بس يا عم بس يا بابا اتفضل. كريم ده؟ كريم مها؟ حبيب قلبي. تعالى يا حبيبي. ايه الشنطة دي يا حبيبي؟ أنا أصل المواسير ضربت عندي. وغرقت الدنيا. تاني؟ وقعد بقى انا غرقان في الميه بقالي يومين واخد بالك؟ فقلت لهم هتصلح في قد ايه؟ دي قال لك اسبوع او 10 ايام. قلت اجي اقعد عندك هنا الاسبوع او 10 ايام دول. يا سيدي اسبوع شهر سنه البيت بيتك. الله يخليك. ايه 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 مر رقبتك؟ لا مش قصدي. ما تطلع تريح كده بقى فوق. فين؟ اطلع رايح في اوضتي بقى عشان الاوضه اللي انت متعود تبات فيها قاعده فيها. معلش يلا مفيش مشكلة. بس عليك بس عليك. يو معلش بقى من خالي وانا بنعمل ملوش غير يعني كل شهر بتحصل. هلا ازيك؟ لا بتسأل قوي. على فكره انا ابدع منك. ما انا عارف طبعا. انا رايحه جيجي دلوقتي. انت بجد؟ طب هترضى تقابلك؟ هتقولي لها ايه؟ انت مالك؟ هقول لها ايه؟ هقول لها تيجي تعملي لي الدعايه للسنتر بتاعي. المهم عايزاك بكره تكون موجود عندي الساعه 2. اوكي؟ اوكي. هلا انا مش عارف اقول لك ايه. ثانك يو ابريشيت. انت جدعه قوي. ما انا عارف. المهم شد حيلك بكره. يا رب. باي. الو دندونه ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ وحشاني. بقول لك ايه، كريم هيعدي عليا بكره على الساعه 2 في السنتر. ما تجيبي مها وتيجوا. وحشني جدا، بقالنا كتير ما قعدناش مع بعض. خلاص بكره الساعه 2. اوكي باي. انا هلا رفعت صاحبه كريم من ايام الجامعه. اتفضل. كريم حكالي على اللي حصل بينكم. الموضوع ده انتهى خلاص. مش ممكن قصة الحب الجميلة دي تنتهي بالسرعة دي. انتي لسه بتحبيه. ادي لنفسك فرصة ثانية. اسمعي، مش يمكن يكون مظلوم؟ انا شايفاه بعيني. اوكي مش هتخسري حاجة لو قابلتيه مرة كمان. هو جايلي بكرة الجيم في السنتر بتاعي الساعة 2. ده عنواني، حاولي تيجي. اوكي اللي بينا ده خلاص انتهى. من اللحظه دي انت بره حياتي. وفيها ايه لما معتز يسافر معاكي؟ ماما انا طالعه شغل. شغل؟ ها؟ طب وايه يعني يا حبيبتي؟ على الاقل ابقى مطمنه عليكي. وبعدين فرصه تبقوا مع بعض مش يمكن؟ ماما انا طالعه السفريه دي عشان عايزه ابقى لوحدي.
لوحدي شويه. ممكن نوها كريم ازيك؟ الله يسلمك. يا جيجي فوق ولا ماشي؟ لا جيجي في شارع. شارع؟ اه راحت تشوف المكان هناك عشان تشوف اللي هتعملها. بسلم عليك علشان لقيتك مرة واحدة وحشتني. بسلم عليك ده انت اللي كان حضنك زمان بيضمني. بسلم عليك علشان لقيتك مرة واحدة وحشتني. بسلم عليك انت اللي كان حضنك زمان بيضمني. صعب عليا اداري حنين عشق هوايا بقاله سنين. نفسي اطمن بيك يا حبيبي ولو مش جاي هجيلك فين. هيجيني وشوف هياخدني ومش هرتاح غير وانا وياك. بسلم عليك بقالك كتير غايب وسايب روحي لي.